تفضل ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام، تفضل ابو علي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه وازواجه ومن اهتدى بهداه. يا شيخنا العزيز الشيخ وليد، المسافه بين بيت عائشه رضي الله عنها وبين بيت فاطمه رضي الله عنها لا يتجاوز 8 متر. 8 متر، يعني عائشه كانت جار لفاطمه في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. والصحابة أجمعين كانوا عندما يقتربون من المسجد ومن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتهامسون، لا يستطيع أحد أن يرفع صوته لأخيه المجاور له، يعني لا يستطيع أحد أن يرفع صوته. صحيح. احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخزعبلات ما تمر على خيال عاقل، انه كسر باب وكسر ضلع وضرب وضرب. فما اريد الا ان اقول اتحدى اي شيعي يقول معي كما اقول انا، اللعنه الله والملائكه والناس اجمعين على من قال ان فاطمه ضربت رضي الله عنها ضربت وهي لم تضرب. أيوة. ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من ضرب فاطمة إن كانت قد ضربت فعلا. اللهم هذا أمين. الكلام هذا الكلام، وأنا أقول لعنة الله، أنا هو أقولها، لعنة الله على أبي بكر وعمر وعثمان إن كانوا ضربوا فاطمة، ولعنة الله على من كتب هذه الروايات إن لم يضربوا فاطمة رضي الله عنها. ألف رحمة على والدك. ألف رحمة على والدك يا أستاذي. هذا الكذب، هذا الكذب خلي يتذكر الإنسان لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين تقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك أيوة الله فيك وفيك، بارك الله، جزاك الله خير. سبحان الله، جزاك الله خير. شوف أخواننا فرق بين الحق والباطل، سبحان الله. يعني ما شاء الله أبو علي ده، يعني ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم أنا برتاح نفسيا لما يقعد يتكلم. تلاقيه ربط الأحداث بالآيات القرآنية، ربط الحلقة بالآيات القرآنية. فسبحان الله، شوف الفرق ما بين الاثنين، شوف الفرق ما بين أبو علي واللي هو المعمم اللي كان بينكر إن هو معمم من شوية. أي محشي في أي حل، أي رزاحة وخلاص. لذلك أنا دايما بقول لكم إيه، واحفظوها يا إخوانا، ان الشيعي لما بيدخل ما بيخاطبك انت كسني، اوعى تفكر انه بيخاطبك انت كسني، وهو يعلم انك اعلى منه مرتبه في التفكير. هو بيحاول مع الايه الشباب اللي موجود عندك، بيحاول يرمي لهم كلمتين كده يصبرهم، بيحاول يرمي لهم كلمتين كده يمكن يفرحوا بيهم، يمكن يرجعوهم، ولكن هيهات هيهات. بفضل الله عز وجل حتى الجمهور الشيعي اللي بيسمع الوليد اسماعيل ابتدت الان قلوبه ترق، بقى في رقه في القلوب دلوقتي، بقى عايز يسمع، متشوق ان هو عايز يسمع. ولحد دلوقتي ما في شيعي دخل يملى عين الشيعي اللي موجود عند وليد اسماعيل، حتى الشيعي اللي موجود عند وليد اسماعيل دلوقتي ما يملاه اي واحد من دول. فالله المستعان. وهو عارف نفسه ان اللي داخلين الشيعه بيدخلوا ايه؟ بيهزروا وبينكتوا، لكن ما بيتكلموا في دين. يا اما سب يا اما شتيمه يا اما خرافات، اي حاجه في اي محشي في اي حل. فيا شيعة عايزين المعممين بتوعكم، ما ينفعش مناظرات، هروب المعممين المناظرات. طب اتصل، هربان من المناظرة اتفضل اتصل مفتوح، مش هعمل زي غيري بقى ان انا حجر واسع، لا، عايز تتصل اتفضل اتصل، عايز تعمل مناظرة اتفضل اعمل مناظرة. يعني انت لو انت شايف ان انت مش هتاخد وقتك في الاتصال وان انا هقطع عليك وهكتم عليك الصوت والكلام اللي بيتقال، مع اني عمري ما عملتها مع اي واحد دخل انا قال انا معمم، لكن اتفضل اعمل مناظره 3 دقائق و3 دقائق امام الناس امام الجميع.
وسبحان الله ولما نتصل عليهم يخفضوا علينا الصوت ويعملوا هبل، وليه ما دخلتش باسمك؟ طب ما انا بدخل باسمي بتحذروني. حاجات غريبه. واحد اتصل عليه قالوا وليد اسماعيل، اه وليد اسماعيل، وليد معك وليد اسماعيل كشمر، يروح قافل عليك السكه ويطلع يقول لك ايه انا اصلا هزمته في المناظرتين اللي فاتوا. طب ما يا عم خليها ثلاثه، خليها اربعه، خليها خمسه. يا عم هو في حد بيمل من الانتصار؟ في حد بيمل من الانتصار؟ لكن انت عارف انك لست منتصرا، والا ما في حد بيمل من الانتصارات. لا ده في الانتصارات هل من المزيد؟ يعني انا انتصرت على معمم النهارده وانتصرت عليه بكره وبعده، هل من المزيد؟ طول ما انت موجود وطول ما الانتصارات موجوده هزود الانتصارات. قالوا مين معايا؟ وليد اسماعيل قشمر، يروح قافل السكه. فضيحه فضيحه. حتى الاتصالات مش قابلها، ست ارقام محظور منها، وتروح على ياسر الخبيث يقول لك لا انا لا اناظر، مش عارف انا لا اناظر، ويجيب لك اسماء مش معروفه عشان يناظرها. يا ريت تفوقوا شويه يا شيعة، فوقوا شويه، فوقوا فوقوا شويه.